رجال عاملين ايه معاكم جاكس جي في فيديو جديد. النهارده هيكون لعبه فور لايت. انا بصراحه مش عايز اقول رايي غير بعد ما نخلص الماتش. سهله صعبه حلوه وحشه كل ده هيكون بعد الماتش. ان انا هلعب ماتش واحد بالكتير قوي. في حد هنا وانا مركز من الموبايل بسرعه. مفاجاه مش كده؟ مفاجاه مش كده؟ السلاح وحش، السلاح وسخ قوي. هو في حد فوقي بشمالي؟ فكرة ان اللعبة مش صعبة بجنيه، يعني انا بلعب العاب تانية كتيرة قوي فمتعود على الالعاب الصعبة دي. وانت حاسب يا عم انت والله اللعبة انا مش متحمس ليها. ان انا انا بتكلم في التليفون اكتر من ان انا بلعبها بصراحة. انا هقف في مكان والله واستنى اي حد يجي علينا وبعديها ايه اشوف بقى هعمل ايه. حيوان يا متخلف انت اطرش. يا ابن الحرامية مع انك مصري. انا جاي لكوا شوي. ايه اللعبة دي يا جماعة؟ انت كده هربت مني يعني؟ هو في ايه يا جماعة بجد؟ تعال لي يا حبيبي، تعال لي يا بابا. هو خمس كيل؟ لا مش كتير بس والله بجد انا بكلم بجد مش كتير. لان هنعرف في الاخر. استنى يا موحي، استنى يا موحي، استنى يا موحي. اوف في ناس قدامنا. اوف وان داون، وانا داون. في ظهرنا. ناقص واحد بس. اكيد مستخبي. فين بقى المكان ده؟ اهو الفاينل كيل. تمن كلات كده خلاص، كده خلاص خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ده كل ده عشان ده يعني طالما كده قشطه. لعبه ما عجبتنيش اطلاقا. لو حد لها مثلا حاجه من 10 اديلها ممكن 3 من 10. انا لعبت ان انا اصلا اول جيم العبه في حياتي اللي هو من امبارح جد زلزال امبارح وجبت العبها جايب فيه 17 كيلو.
تخيل ان انا جايب 17 كيل في اول ماتش والله، وانا مش فاهم حاجه يعني، انا عمال اقتل كده. فلا بالنسبه لي اللعبه ممكن لما استحاله العبها تاني الا لو انتوا طلبتوا. بس يا جماعه مش هصور عليكم، مش هصور عليكم، مش هصور عليكم يا جماعه فركش.